شكلهم حلو مع بعض. ربنا يخليها لك. خلي بيت منصور، هي مامته ما بتسألش عليه خالص. مامته؟ أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده. كأني كنت محبوس. أول ما قدرت أمشي مشيت على طول. هربت تاني يعني؟ أنا ما هربتش أولاني عشان أهرب تاني. أنا مشيت ورا فرصتي. كويس إنك فتحت الموضوع ده. نادر، أنا مش عايز أفتح أي مواضيع خالص. بس أنا كده كده كنت هتكلم معاكي. أنا عارف إن بابك اتقفل. إحنا جيرانه بس. ما ينفعش حتى نبقى أصحاب. بس من واجبي إني أقول لك. ليلى أنا كانت حياتي سودة، أنت عارفة ده كويس. ما كانش ينفع غير إني أسافر. عشان أشتغل وأتعلم وأجيب فلوس. سافرت عشان دي الفرصة الوحيدة اللي جات لي. أول ما جات لي فرصة إني أرجع رجعت على طول. يا عمر يا ليلى. أنا بقول نخلص اللعبة دي ونروح.